السؤال تاه دكتورة، هل أنا حامل؟ سؤال يتكرر كثيرا، خاصة 4 أيام 5 أيام بعد التبييض. دونك اليوم حنضا اكسبليكي الطريق تاع البيضة الملقحة. بعد الإباضة يكونوا نعرفوا وقت الإباضة، يجي التلقيح، بعد هذيك البيضة الملقحة تنتقل في قناة فالوب، تلحق للرحم، وفي الرحم حيصرى الالتصاق. كي يكون الالتصاق تما لي يبدا الهرمون تاع الحمل يطلع. دونك هذاك الارتفاع تاع هرمون الحمل اللي هو الاستروجين اللي يعرفوه كامل الناس، تما لي يبداو علامات الحمل. دونك علامات الحمل اللي نحسوهم بعد رحله تاع بويضه ملقحه ما بين 7 و 12 يوم. دونك الاعراض اللي يجوا قبل 7 ايام ماشي هرمون تاع الهرمون تاع الحمل، تاع هرمون الإبادة. شكرا، أعتذر على الصوت. دعمكم أسئلة، نعطيكم رونديفو في الكومنتات. شكرا.